أماكن أثرية ورموز تاريخية عديدة تضمها مدينة بغداد، المساجد القديمة التي شيدت منذ مئات السنين هي إحدى أهم المعالم. من أبرز هذه المساجد جامع الشيخ عمر السهروردي الذي يقع في منطقة الشيخ عمر، والتي أخذت اسمها من اسم الشيخ عمر السهروردي. موقع الجامع بين شارع الشيخ عمر وسور بغداد القديم عند الباب الوسطاني الذي كان يعرف سابقا باسم باب المظفرية في جانب الرصافة من مدينة بغداد، ويطل على الطريق السريع المعروف بشارع محمد القاسم. يعود بناء الجامع إلى القرن السابع الهجري، القرن الثاني عشر الميلادي، وقد نسب اسم الجامع إلى الشيخ عمر السهروردي الذي دفن في المقبرة الوردية المجاورة للمسجد، وقد جدد عمارته في عهد إسماعيل باشا والي بغداد 1212 هجرية، ثم جدد في عام 1902 ميلادية، وكذلك في عام 1926 ميلادية، وأهم تجديد كان في عام 1964 ميلادية الذي قامت به وزارة الأوقاف العراقية. طبعا جامع الشيخ عمر السهروردي من الجوامع المهمة والأثرية، اكتسب أهمية كبيرة بوجود قامة كبيرة من العلماء، وهو فضيلة الشيخ المربي شهاب الدين السهروردي الذي قدم من أعالي سهروردي جبال سهروورد مع عمه أبي النجيب السهروردي المدفون في منطقة الميدان، وطلب العلم وهو ابن 15 سنة حوالي عمره كان، وبرع في علم الحقيقة والتصوف، وكذلك في علم الحديث وفي علم الفقه، وأصبح فقيها، وقد درس على يد الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصبح خليفته، ونال أهمية كبيرة أيضا عندما أثنى عليه الشيخ عبد القادر الجيلاني وقال إنك آخر عالم في سيشار له بالبنان في العراق. فلما توفى الشيخ عبد القادر الجيلاني جاء الشيخ عمر السهروردي إلى هذا المكان وأنشأ المدرسة الوردية، وهذه المدرسة الوردية ضمت يعني كثير كثير الكثير كثير من طلاب العلم الذين كانوا يدرسون على يد الشيخ عمر السهروردي. فاكتسب هذا المكان أهمية بوجود المدرسة الوردية وتخرج منه فطاحلة العلماء في وقتها. إضافة إلى أهمية جامع الشيخ عمر، اكتسبت أيضا لقربه الكبير من الباب الوسطاني الأخير الذي بقي من أبواب بغداد المدورة، وهو الآن موجود، لا يزال موجودا من هذا الباب الوسطاني. فكان الأمصار خلف هذا الباب، يعني هذا الباب هو نهاية بغداد، كان الأمصار يعني الأمصار الدول والأقطار الخارج بغداد يعني كان يبعثون إلى الشيخ عمر السهروردي يستفتونه في المسائل الشرعية. جامع الشيخ عمر السهروردي
منهم من قال إن القبة المخروطية هي أقدم من الجامع، ومنهم من قال الجامع هو أقدم من القبة المخروطية. ودليل الرأيين أن الذي يقول أن القبة المخروطية هي أقدم فهي يعني يقارب عمرها حوالي 700 سنة، ومن هذا يعني من هذا نستشفي أنها قديمة. وكذلك نقول أن البناء قد يكون البناء بناء المسجد أو بناء الجامع لم يكن موجودا سوى يعني الغرف التي يجلسون فيها الطلاب العلم الذين يدرسون عند الشيخ عمر السهروردي. فمن هذا نستشفي أنه الحقبة التاريخية تمتد إلى حوالي 7 قرون لهذا الجامع المبارك، وكان سابقا يعد هو ثالث جامع أهمية من الأهمية التاريخية بعد جامع الإمام الأعظم أبي حنيفة وبعد جامع الشيخ عبد القادر الجيلاني، ويأتي الجامع الشيخ عمر السهروردي بالمرتبة الثالثة. يعني معلم تاريخي يعني إسلامي إلى أهميته، لأن كان يعني ولا يزال له يعني رواد من بغداد من محافظات على مستوى يعني القطر يعني على مستوى العراق، وكذلك خارج البلاد من منطقة دول شرق آسيا، الهند، الصين، باكستان، يعني ألمانيا على مستوى يعني السياحة، أمريكا، يعني كانوا يأتون ولا يزال يعني بين فترة وأخرى لأهميته بالنسبة للمكانة الدينية، لأنه الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي هو أحد تلاميذ الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. جامع الشيخ عمر السهروردي هو من مساجد بغداد الأثرية القديمة، يحتوي على حرم واسع ذي جدران سميكة تبلغ مساحته 600 متر مربع، وتتوسطه قبة مستندة على 10 ركائز، وقبة محرابه مغلفة بالمرمر، وفي الجامع مصلى صيفي واسع، ويحيط بالجامع مقبرة قديمة كانت تسمى المقبرة الوردية في بغداد، ثم تغير اسمها إلى مقبرة الشيخ عمر بعد أن دفن فيها الشيخ السهروردي. طبعاً هو عادة لما يكون الموضوع هو في الوقفيات يعني الجوامع التابعة لديوان الأوقاف أو لوزارات الأوقاف عادة، أما يكون نظامه متولي أو يكون نظامه تابع إلى وزارة الأوقاف. جامع الشيخ عمر كان نظامه متولي. النظام المتولي هو أنه عائلة تقود ترميم وتقود كل ما يخص احتياجات الجامع وحتى تعيين الموظفين في الجامع، هذا النظام المتولي. النظام الحكومي أن يسلم هذا الجامع مثلاً الذي كان متولى من قبل عائلة يسلم وتتولى أمور الحكومة. بالنسبة لجامع الشيخ عمر السهروردي إلى حد قريب سنة 78 هو كان نظامه متولي، وآخر سلالة بيت السهروردي من العلماء يعني العلماء من بيت السهروردي هو كان الشيخ كمال الدين السهروردي، وهو الذي سلم جامع الشيخ عمر السهروردي إلى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، فانتهت حقبة تولي عائلة السهروردي تولية جامع الشيخ عمر. وأذكر يعني وافاه الله سبحانه يعني وافته المنية الشيخ كمال الدين السهروردي عام 1979، ودفن في المقبرة المجاورة للشيخ عمر السهروردي. طبعا كان والده المرحوم الشيخ عبد المحسن السهروردي قبله إماما وخطيبا في الجامع، وتوفاه الله سنة 1935، وهو كان صغير العمر
فتقاضى نصف الراتب آلة الحكومة وقتها أن تجعله إماما على أن يتقاضى نصف الراتب لأنه لم يبلغ السن القانونية. فدخل لما صار عمره 18 أو 19 سنة الذي يؤهله أن يكون موظفا في الحكومة آنذاك، استلم الجامع ويعني صار متولي على الجامع. بجوار المسجد من جهته الغربية توجد غرفة اتخذت كمقبرة خاصة بآل السهروردي، وعند الغرفة القبة المخروطية المشهورة، ويعيد تاريخ تشييدها إلى سنة 753 هجرية الموافق 1334 ميلادية، استناداً إلى الكتابات الموجودة فوق مدخل القبة على البدن الكامل أو قاعدة القبة وهي مكتوبة بخط الثلث. هندستها على طراز القبب السلجوقية، وقد أجريت عليها صيانة وتعمير لعدة مرات، إلا أنها لم تراعي الجانب التراثي الأثري. شيدت القبة على بناء مربع تقريباً طول ضلعيه يقارب 5 أمتار. طبعا ما يميز جامع الشيخ عمر السهروردي هو القبة المخروطية التي يقال انها بناء سلجوقي، والكثير يختلط عليه الامر عندما يأتي الى الجامع ويظن انها قبة السيدة زبيدة. فهذه القبة اكتسبت اهمية لعمرها الكبير الذي قارب 700 سنة. إضافة إلى أن الدولة العثمانية عندما كانت ترمم المساجد كانت أغلب المساجد في بنائها وترميمها تتشابه، وهذا ما ذكره كتاب الشيخ العلامة محمود شكري الألوسي. الشيخ محمود شكري الألوسي ذكر مساجد بغداد الأثرية وقال يعني أنها يعني تتشابه في البناء العمراني. عن القبة ومليانها يقول مختصون: إن قبة السهروردي واحدة من أهم القباب في تلك الفترة السلجوقية، وقد حدث فيها ميلان نحو الجنوب الشرقي بسبب طبيعة التكوينات الأرضية واتجاه الريح التي تهب من الشمال الغربي نحو الجنوب الشرقي، وهو أمر يحصل في العديد من المآذن والقباب المماثلة. ويؤكد المختصون في التاريخ أن القبة الحلزونية الموجودة في جامع الشيخ عمر السهروردي بناها المعماري حمد أبو بكر السلجوقي قبل 8 قرون ونصف القرن تقريباً، وهي تتميز ببناء مثمن يتفرد بدقة التداخل والزخرفة البنائية مع بعضها البعض، ويبلغ ارتفاعها نحو 7 أمتار. هذه القبة هي من بين 6 قباب بنيت بالطراز ذاته في المدن العراقية، أبرزها قبة مشهد الشمس في باب جرجر في كركوك، وقبة ذي الكفل التابعة لمدينة بابل، وقبة الحسن البصري في الزبير في محافظة البصرة، وقبة زمرد خاتون زوجة الخليفة المستضيء بأمر الله في الشيخ معروف بجانب الكرخ من بغداد. الشيخ عمر السهروردي هو شهاب الدين أبو حفص عمر السهروردي البغدادي،
ولد عام 539 هجرية في مدينة سهروردي، الذي توفي في بغداد عام 1234، والتي تقع الآن في الشمال الغربي لإيران، وينتهي نسبه إلى الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قدم إلى بغداد وأخذ العلم فيها وذاع صيته، وفيها توفي عام 636 للهجرة رحمه الله. والشيخ عمر السهروردي أحد علماء بغداد في القرن السابع الهجري، وصفه الإمام الذهبي بالشيخ الإمام العالم القدوة الزاهد العارف المحدث شيخ الإسلام. كان عالماً متصوفاً زاهداً ومعلماً، إذ بلغ عدد طلابه في عصر الخليفة الناصر لدين الله أكثر من 500 طالب علم. ووصف العلماء الشيخ السهروردي أنه كان تام المروءة، كبير النفس، ليس للمال عنده قدر، فبرغم ما كان يأتيه من مال لم يدخر شيئا، ومات ولم يخلف كفنا. تناوب على إمام المسجد علماء مشهورون وكذلك قراء كثر، وذلك لأهميته في العقود السابقة. الجامع إلى القرن التاسع عشر أو الثامن عشر كان فيه شخصية كبيرة من بيت السهروردي، الشيخ عبد الرحمن السهروردي. وهذا الشيخ عبد الرحمن السهروردي رحمة الله عليه كانت حتى الدولة العثمانية في وقتها تعول عليه في فض النزاعات، وكذلك تعول عليه في إرساله كرئيس للوفود من العلماء. فيعني الجامع توالت عليه كثير من العلماء. بعد الشيخ عمر بعد ما توفى الشيخ كمال الدين السهروردي اللي كان في يعني 79 جامع الشيخ عمر هو الإمام الخطيب، جاء رجل كان إماما وخطيبا في جامع يعني في جامع في على شارع الجمهورية، سمى جامع علي أفندي، اسمه الشيخ أحمد عبد الرزاق القرغلي رحمة الله عليه، وبقي إلى عام 1997 تقريبا أو 96 وفاته المنية. فجاء بعده الشيخ الدكتور محمد سامي، ثم بعد الشيخ نظام الدين الجيلاني، ثم توالى الشيخ خالد الطائي، وكذلك الدكتور خالد المشهداني، وبعده جاء الآن قبل حوالي يعني 10 أو 15 سنة، بين 10 إلى 12 سنة، الشيخ الشاب كمال المشهداني، والآن هو إمام وخطيب في الجامعة. اللي استلموا الجامع بعث الشيخ كمال السهروردي الحاج عبد الرزاق أحمد، كان هو إماما وخطيبا في هذا الجامع إلى أن توفاه الأجل رحمه الله تعالى. وكذلك بعده أتى الشيخ يعني شيوخ كثير، منهم الشيخ نظام الدين، ومنهم الشيخ محمد سامي، وآخرهم الشيخ هسه الإمام والخطيب كمال عبد المطلب من الشباب. تعرض المسجد للإهمال بعد الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، ولم يشهد حملات ترميم كبيرة، مع أنه أحد أقدم المساجد الباقية في بغداد. ويقول أثريون إن قبة المسجد الحلزونية بدأت بالميلان الشديد، وإذا بقيت على حالها الراهن
فإنها ربما تتعرض للسقوط لأنها شيدت على أرض رخوة جدا. كانت المنطقة المحيطة بالمسجد عامرة بالسكان قبل احتلال بغداد، ومع السنوات الأولى التي تلت الاحتلال بدأت تفقد بريقها، وبدأ الناس يهجرونها تباعاً بسبب الوضع الأمني، كما أن هناك الكثير من التجاوزات على الأرض التابعة للمسجد، مما جعل مساحة الجامع وساحته يتقلصان يوما بعد آخر. فضلا عن ذلك، فإن هذا الجامع تهدم سياجه الخارجي بالقرب من الخط السريع نتيجة لحوادث السيارات، وكذلك عبث البعض من الخارجين عن القانون. كذلك زحفت المنطقة الصناعية نحو الأحياء السكنية ودفعت الكثير من ساكنيها للرحيل عنها. الجامع يعني أفطن بالسبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي كانت له أهمية أكبر، أهمية الاجتماعية، إذ كانت الدورات الصيفية القرآن الكريم، إضافة إحنا لما كنا أولاد صغار كنا يعني حلقات قرآن الكريم، والدي كان يدرس القرآن الكريم في الجامع، وكانت يعني فيه الجامع يعج بالمصلين. لكن لما زحفت الدكاكين وأصبحت المنطقة صناعية وصلت إلى بيوتات الناس، بدأت الناس تهجر المنطقة، وأصبح رواد المسجد إلى هذا الجامع يعني الرواد قليلين. منطقة كانت سكنية يعني، وبس هسه غلب عليها طابع المنطقة الصناعية، محلات صارت. قبل سابقا ما كانت يعني بهاي الصح تمام، يعني كانت موجودة بها محلات بس بعيدة عن الجامع. وكما هو الحال في إهمال مسجد السهروردي وطمس آثاره، تعرضت منطقة الشيخ عمر إلى مآسي وويلات. فبينما كانت تسكنها كل طوائف العراق وأعراقه، وهم أخوة متحابون من غير ضغينة بينهم، تغير الحال بعد سنوات الاحتلال، وضربت الميليشيات الطائفية المنطقة وفرقت شمل أهلها، ودفعت سكان ثمنا باهظا عندما قامت العصابات باغتيال الكثير من الشباب وخطف آخرين ومساومة ذويهم بمبالغ مالية. تحتاج منطقة الشيخ عمر ومسجدها الأثري إلى خطة متكاملة لترميمها والمحافظة عليها كإرث حضاري مهم في بغداد عاصمة الخلافة العباسية.